اكتكاك موعد إخباري يتضمن أهم الأخبار التي شهدها الأسبوع. أكتكاس موعد يتجدد نهاية كل أسبوع على منارة بودكاست. توج فريق الرجاء الرياضي بلقب البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024، وذلك عقب فوزه على مضيفه مولودية وجدة بثلاث أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة على أرضية الملعب الشرفي لوجدة برسم منافسات الدورة 30 والأخيرة. يقف أكثر من مليوني حاج اليوم السبت على صعيد عرفات الطاهر وسط منظومة من الخدمات الكبيرة التي تقدمها الجهات المعنية في السعودية، وتوافدت أعداد كبيرة من الحجاج إلى مسجد نمرة بمشعر عرفات لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا بعد استماعهم إلى خطبة عرفة التي ألقاها الشيخ ماهر المعيقلي إمام وخطيب المسجد الحرام، إذ سيتم ترجمتها إلى 20 لغة مختلفة. توج نزار زهري المعروف باسمه الفني نزار بلقب نهائي جام شو بعد 6 أسابيع من المنافسة الشديدة. أبهر نزار الجمهور ولجنة التحكيم التي تضم أكبر نجوم الراب المغربي ديزي دروس والجراندي توتو بأدائه الاستثنائي. أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية العقيد طلال الشلهوب عن إخراج وإعادة أكثر من 250,000 زائر من حاملي تأشيرات الزيارة لغرض مختلف عن تأشيرة الحج. وقال الشلهوب في المؤتمر الصحفي اليومي لموسم الحج إن الجهات الأمنية ستقف بحزم ضد كل محاولات التأثير في أمن الحجيج بأي شكل كان، وستتعامل بقوة مع كل من يخالف ذلك، مشيرا إلى أن أمن وسلامة ضيوف الرحمن خط أحمر لا تهاون فيهما. قال رئيس المجلس العلمي المحلي للرباط العربي المدن إن استحضار مقاصد الشريعة أساس إقامة كل شعائر الدين بما في ذلك شعيرة عيد الأضحى باعتبارها سنة مؤكدة مقرونة بالاستطاعة. وأوضح المدن أن أضحية العيد تعد جانبا من جوانب العبادة والتقرب إلى الله تعالى، وحكمها أنها سنة مؤكدة للقادر عليها أي الذي يستطيع شراءها من حر ماله ودون التضييق على نفسه وأهله وأبنائه بأي شكل من الأشكال. كشف العدد 30 من مختصرات المندوبية السامية للتخطيط أن كمية اللحوم المستهلكة من أضحية عيد الأضحى تبلغ في المتوسط 22.8 كيلوغرام لكل أسرة، ما يمثل حوالي 41% من كمية اللحوم الحمراء التي تستهلكها الأسر سنوياً. وأوضحت المندوبية في هذه المذكرة الصادرة تحت عنوان نفقات وممارسة شعائر عيد الأضحى أن هذه النسبة تبقى متماثلة في الوسطين الحضري والقروي، وتبلغ 65.4% بين 20% من الأسر الأقل يسراً و 31.3% بين الأسر الأكثر يسراً. أفادت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أمس الجمعة بالرباط بأن معدل مطابقة مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية لمعايير الجودة الميكروبيولوجية بلغ 90.74%، وذلك بمناسبة الندوة السنوية الخاصة بتقديم نتائج رصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ المغربية لسنة 2024.